السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي للجميع، نتمنى السلامة للجميع. طبعا أخوان اليوم بدنا نروح نزور الشاب اللي لدغ العنكبوت وكان وضعه مخطر، مستشفى الاستشاري. مستشفى الاستشاري بعيد عننا من بيتونيا 10 دقائق. هنا توجد كميات كبيرة من الكلاب الضالة. واي واي واي، ما هذا يا إلهي، انظر انظر. مرحبا، هات نشوف، تعالوا. هاي هربوا شايف. طبعا في الأستاذ محمد دودين من الأردن صديقي طلب مني أعمل فيديو على الكلاب الضالة، كمان فيديو نحكي فيها إنه راح أعملكم فيديو إن شاء الله قريبا. طبعا 99% وتسعة بالعشرة من الكلاب الضالة بتهرب يا أخوان أو بتخاف من الناس الكبار، لكن نحكي 10% منها بيلحق الأولاد الصغار، بيعرف انه هذا صغير. باشا خلص، المرة الجاية بعملكم فيديو خاص. المهم راح نروح على المستشفى نزور نشوف الشاب. طبعا في استاذ صاحبي حكى معي، هو موجود عنده جارنا بيعرفهم، طلع من نفس البلد. هاي البلد اخوان قضاء جنين اسمها المغير. امبارح واحد بقول لي المغير رام الله، قلت له يا سيدي ما انا بعرف انه المغير رام الله وفي عندنا المغير جنين. قال لي في عندنا المغير رام الله وعندنا المغير جنين. المهم راح ناخذ شوية معلومات من الشاب، هاي المعلومات مفيدة جدا. نوع العنكبوت انه بين، هذا مفيد جدا جدا يا اخوان، يعني هاي معلومات قيمة انه دائما يكون الاشي مأخوذ من الحدث نفسه. عرفتوا كيف؟ يعني لما نيجي نقول عن حية معتدلة السم زي حية أفعى المسبحة، يوم من الأيام لدغت شخص، أخذت معلومات من الشخص الملدوغ شو صار معه، شو المضاعفات وشو الهاي. عرفتوا كيف؟ هاي مهمة جدا، يعني هاي بتكون معلومات أقوى. عرفتوا؟ فإن شاء الله خير. أنا دائما من زمان قلت لكم بدرس موضوع العناكب. العناكب معقدة، أعدادها كبيرة جدا، سمومها معقدة، مضادات عنا ما في للعناكب يا إخوان. فأنا كثير أخذت معلومات عن عناكب وثقتها عندي شو بتعمل وطريق علاجها، لأنه مرة على مرة بنعرف شو العلاج تبعها. هذا مفيد جدا. هاي بلد اسمها عين كينيا يا اخوان، شايفين؟ بدنا نمرق منها ونروح على الاستشاري، شوفوا احلى البلد. هاي البلد يا اخوان عدد سكانها لا يتعدى ال 400، تجيش 400، تقريبا 400 شخص. عين كينيا فيها عين مي، لكن هي محصوره بالمساحه، طبعا اليوم يا اخوان الجو جميل والناس هان في منطقة بين عين كينيا ورام الله، شايفين كل الناس جاي تتنزه، فالافاعي والعقارب والعناكب كلها بتبكي فايعة، فبحدث لدغات برضو. لكن هذا الشاب لدغوا العنكبوت بالبيت وهو نايم، يعني اذا ما جاك برا بيجيك جوا. هاي الطريق بتودي على الاستشاري، هناك الاستشاري طبعا، شايفينها؟ مستشفى خاص جميل مرتب وحلو وعلى راس جبل. المريض بصراحة بشعر براحة نفسية بالمستشفى هاي، والعلاج نصه نفسي. حتى البني ادمين يا اخوان والناس لما تشمس بتطلع، شايفين؟ فما بالكم
الزواحف من ذوات الدم البارد. إذا ذوات الدم الحار تبكى الناس من الحشرة والصباط والتدفئة دائما في الدار أو في مناطق دافية. فلما تبلش الجو يتحسن وشمس بتصير الناس تطلع طلع طلع، كل هاي السيارات والناس جايين يشوفوا شوفوا جايين إيش يتفرجوا. طبعا هنا هذا شلال مجاري اللي هنا موجود، احنا عندنا هنا مجاري في شلال نهر، بس الناس بدها تطلع تشوف وجه ربها. طبعا ابو حازم والد الشاب المخلوص احمد. الحمد لله ان شاء الله احسن منيح، احسن في تحسن ان شاء الله. الحمد لله ان شاء الله، شكرا لك. طبعا اللي مغير جنين يا اخواني بعيد كثير، الجدار هي انا قريب علينا برم الله، هي يعني قدرنا نزور الشاب. اهلا وسهلا، واي شيء بدك تزورنا انا جاهزين. بارك الله فيك، تسلم. طبعا مو في العنايه مركز يا اخوان، بدنا نحاول نزور ونشوف ان شاء الله اذا بزبط، لانه في مواعيد للزياره. صح، بس انت كيف شايفه؟ لا اليوم احسن الحمد لله. احسن اليوم احسن. له كم يوم هو؟ هاي اليوم الثاني. الثاني يعني في المستشفى اليوم الثاني. من امبارح اجى؟ اجى امبارح. امبارح اجى واليوم الثاني. هسه كيف تحسن؟ الحمد لله اليوم ان شاء الله. يومين ان شاء الله. الله يشفيك. يومين جينك هذا هو اليوم اليوم الثاني. بالنسبه لوضع امبارح بروح الحمد لله. خف الورم. ما خفش. خلاص انا بخف. مع المضادات بشكل عام اليوم الحمد لله، يعني اليوم قاعد يعني في الجو يعني اكل يعني صح صح. طبعا يا اخوان زرنا الطفل ووضعه تمام وتحسن وبلش يتحسن، وان شاء الله بس يطلع من النعاش بنصلي. طبعا احنا بصفه باسمه باسم اهل بلدي الكرام نتوجه لك جزيل الشكر الجزيل على قدومك الى المستشفى وزياره هذا الطفل، هذا الطفل اللي تعرض لهذه اللدغه لتشخيص الامر. كل الاحترام كل التقدير لك باسم بلدتنا بلده المغير بكل عائلاتها. انت اخ عزيز وصاحب حميم تستحق كل الاحترام والتقدير، وانساني بمعنى الكلمه، ما بتقصر لا بكبير ولا بصغير، وكل الاحترام لك يا حبيبي. حبيبي استاذ على راسي، الف سلامة. يلا سلام عليكم. طبعا زي ما قلت لكم اخوان صحي وانا زرته كل شيء تمام وبتكلم منيح، صار في تحسن، في تحسن في التخفض كمان ان شاء الله خير، بنرجع نزوره بس يطلع من العناش. لا تنسوا يا اخوان فضلا وليس امرا، اللي بيحب يتابعني على تيك توك هاي رابط التيك توك على الوصف وعلى التعليقات، والسلام عليكم.